يا رب. ماشي ماشي ان وخده شاء الله. قول يحفظك ابو اللي جاب حماس حتى عشان يلا يلا على يلا اقتل خمس ارفعوا معكم علم ابيض رايه بيضه. وقتها بدكم تخلصونا منهم ليش احنا نخلصكم؟ ليش ما خلصتوا نفسكم منهم؟ وهم بقتلونا، قتلوا ابن عمي امبارح. مين امبارح هم قتلوا ابن عمك؟ ليش؟ ما انا عارف، قال عشان رايح على الوكاله مش عارف ليه. ابن عمك راح على وكاله امبارح؟ وين، في الجبال يا صار هذا؟ لا، في رفح قتلوه. في رفح؟ هناك جماعة الحماس قتلوه؟ شايف كيف هدول؟ لذلك بدنا ندمرهم في جباليا، ولذلك مطلوب انه انتوا المدنيين عشان ما يصير عليكم على شيء تخلوا هناك.